الزكاة ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، قرن الله تعالى بينها وبين الصلاة، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما منع قوم زكاة أموالهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وسموا بالمرتدين. ولذلك حرص الإنسان على أن يحصر ماله، يحصر ما عنده مما يحتاج إلى زكاة، يتعاون مع جمعيات البر في توصيل زكاته، هذا أمر واجب عليه.